بلبنان رح ينتقل حتى لبرا، لوين رح ينتقل؟ اول شيء خليني احكيك ليه بدنا ننقله، لانه هيدا معرض هو رايح للبيئه. يعني نحن تعاقدنا مع اليو ان دي بي انه نعمل مشروع هو شراء فان باص يتنقل على كل المدارس اللبنانيه لحتى يسقف ويعمل توعية بيئية عند التلاميذ اللي هن من 7 لـ 12 سنة. أوكي. هيدا بقلب الباص رح يكون في مختبر بيئي لأول شيء يعلم لتوفير المي ولتوفير الطاقة ويعلمهم انه اسس الطاقه المتجدده وكيف يوفروا بالحنفيات، يعني الاسس البيئيه اللي ضروري يعرفوها الاولاد يقعوا عليها. هو مش يمكن في قصص بفتكر حتى الكبار ما بيعرفوها عنا بلبنان، مستهلكه بطريقه مضره جدا. نحن هيدا الشيء بده يعلم الاولاد للي اهله ما بيعرفوا. مزبوط، وبيرجعوا الاولاد يعلموا الاهل. اكزاكت. ليش لا؟ ما هذا هو، هذا كرمال هيك المدرسه وكرمال هيك هدول خصوص يعني الصفوف الخاصة كرمال يتعلموا الولاد عن البيئة. مزبوط. هذا كيف رح يصير السيستم؟ هيدا الكونسيبت كل شهر بقلب مدرسة ولا كيف؟ نعم، هلا أول شيء نحن من راعي هيدي المعرض الكونسيبت اللي طلعنا فيه بدنا نجيب المبلغ اللازم لحتى نعطيه لليو ان دي بي لا نشتري هالباص هيدا، للي هو أول كونسيبت من نوعه. ما بحياته صار فيه هيك كونسيبت انه باص يروح على المدارس ليعلمهم الاسس البيئيه. نعم. يعني هيدا كونسيبت ما انسبق بعد بلبنان وبالبلاد العربيه، هيدا اول واحد ينعمل هون. يو ان دي بي بتعمله هو بتصور جاي